الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر وأن يكثر لكم الثواب وأن يرفع لكم الدرجات وأن يغفر لكم السيئات. وبعد، فهذا لقاء آخر نتدارس فيه عددا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتقرب بذلك لله ونرجو ثوابه ونؤمل أن نكون من أهل جنته. نتدارس فيه عددا من الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين، فلنقرأ شيئا من هذه الأحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ بئس ما عدلتمونا. فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي بينه وبين القبلة معترضة على فراش أهله، على فراش أهله الذي ينامان عليه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، ولقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فتكون لي الحاجة، وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة، فأكره أن أستقبله، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، وكنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قول الإمام البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عندها، أي أن بعض طلبة العلم أو بعض الصحابة أو بعض التابعين كان يتكلم عند عائشة، ولا يلزم من هذا أن يكون بحضور مباشر، ذكروا وتذاكروا ما الذي يقطع الصلاة، فإنه قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. فعائشة رضي الله عنها لم يكن قد وصل إليها هذا الحديث، وبالتالي أنكرته، خصوصا أن لديها حديثا قد يفهم منه معارضة هذا المعنى، فقالت: أعدلتمونا، أي هل سويتمونا وجعلتمونا في مرتبة واحدة مع الكلاب والحمير؟ بئس ما عدلتمونا، أي إن من القياس المعيب أن تجعلوا المرأة تماثل هؤلاء. فبعد ذلك استدلت بحديث كانت تظن أنه يعارض الحديث الوارد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، فذكرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل صلاة التهجد وهي بينه وبين القبلة، فاستدلت بهذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقالت بأنها معترضة على فراش أهله، يعني أنها نائمة وأنها على جهة عرضية أمامه صلى الله عليه وسلم، على فراش أهله الذي ينامان عليه اعتراض الجنازة، أي كما أن الجنازة توضع أمام الإمام معترضة، فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم خلفها يصلي صلاة الليل. تقول عائشة: فإذا أراد أن يوتر
أي يصلي ركعات الوتر التي تكون في آخر صلاة الليل، أي قضني، أي طلب مني أن أستيقظ من منامي من أجل أن أوتر، لأن وتره كان في آخر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتني مضطجعة، والاضطجاع النوم، والنوم على جنب من الجوانب على السرير، وهو مكان النوم، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير، أي يجعل السرير أمامه جهة القبلة، ويقف في وسط السرير عن يمينه مسافة ومساوية لما عن شماله، فيصلي، فتكون لي الحاجة، أي قد يعرض لي بعض الحوائج في الليل، وإني لبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة مضطجعة، فأكره أن أستقبله، يعني تخشى من أن تكون مستقبلة له في أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم. تقول: فأنسل، أي أنسحب، وأخرج بهدوء من قبل رجلي السرير، وذلك أن السرير له أرجل، حتى أنسل من لحافي، أي أنسحب انسحابا رقيقا من الغطاء الذي ألتحف به. تقول عائشة: وكنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجدني غمزني، أي ضربني أو نبهني بوخز أصبع من أصابعه، فقبضت رجلي، أي أخذتهما وأبعدتهما عن جهة قبلته، فإذا قام، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، تقول عائشة: بسطتهما، أي بسطت رجلي وعدلتهما على ما كانا. قالت عائشة: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي لم يكونوا يضعون فيها أنوارا. ففي هذا الحديث من الفوائد البحث فيما يقطع الصلاة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة، وهو حديث صحيح، وقد رواه جماعة من الصحابة. وعائشة ظنت أن لديها علما وأن لديها حديثا، ألا وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامه معترضة، ولكن هذا الحديث ليس فيه مرور، وإنما هي لابثة بين يديه، فلا يدخل في حديث يقطع الصلاة، لأن المراد هناك المرور بين يدي المصلي. ولذا أثبت طائفة من أهل العلم بأن الثلاثة يقطعون الصلاة، وقال بذلك طائفة من التابعين، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، والجمهور ينازعون في ذلك، فمنهم من قال بأن الثلاثة جميعا لا تقطع، ومنهم من قال بأن المرأة والحمار لا يقطعان، ومنهم من قال الثلاثة لا تقطع الصلاة. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالخيف، وكان معي الأتان، فأرسلتها ترتع فمرت بين يدي الصف، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا صلاة المأمومين. وقال بعضهم بأنه لا تقطع المرأة الصلاة، واستدلوا عليه بحديث عائشة
الذي بين أيدينا. وفي الحديث التنزه عن التشبيه بما لا يليق أن يشبه به. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل ومتابعته الأمر في ذلك. وفيه أيضا إخفاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل. وقد وقع خلاف في أيهما أفضل في صلاة الليل، هل تصلى في المساجد الفاضلة كمسجد الكعبة هذا ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تفعل في مكان إقامة الإنسان وبيته؟ فهناك قولان، ولعل الثاني أظهر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل بعد المكتوبة صلاته بالبيت. ومن الأمور التي في هذا الحديث جواز أن يصلي الإنسان وبين يديه من هو جالس أو منقبض، وأنه لا يؤثر ذلك على صلاته ما دام لا يفعل ما يتناقض أو يتنافى مع كمال الصلاة. وفي هذا الحديث نوم الرجل مع أهل بيته، وفي هذا الحديث استعمال الفراش والجلوس والنوم عليه، وفيه أيضا الصلاة على الفراش. وفي الحديث أيضا من الفوائد تشبيه الحي بالميت، كما شبهت عائشة نفسها بالجنازة. وفي الحديث التأكيد على صلاة الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويوقظ أهله من أجل أن يصلوها. وفي الحديث ذكر السرير والنوم على السرير، وأنه مما كان يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جعل السرير أمام المصلي سترة له، وأنه يتحقق بذلك مقصود الشارع. وفي الحديث أيضا أن الإنسان إذا كان أمامه في أثناء صلاته من ينظر إليه فإن هذا لا يبطل الصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد خدمة المرأة لزوجها. وفي الحديث أيضا من الفوائد انسحاب المرأة من فراش الزوجية بهدوء لقضاء بعض حوائجها. وفي الحديث أن شخصية الرجل المالية تستقل عن شخصية المرأة، ولذا كان بينهما تداين كما في هذا الخبر. وفي هذا الحديث نوم الرجل بين يدي الرجل الآخر إذا كان هذا من الأمور المعتادة. وفي الحديث أيضا جعل الرجلين جهة القبلة أثناء الاضطجاع. وفي الحديث أيضا من الفوائد الصلاة خلف النائم، وأن ذلك من الأمور الجائزة. وفي هذا الحديث أن الرجل إذا وجد امرأته لم تصلي الوتر أيقظها من أجل أن تصليه. وفي الحديث أيضا من الفوائد حركة الرجل اليسير في صلاة النافلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمز عائشة رضي الله عنها من أجل أن يتمكن من السجود. وفي الحديث أيضا أن
الأيدي قد تبسط وتقبض بحسب المقال. وفي هذا الكلام عن البيوتات التي كن موجودات، وفيه أيضا الإشارة إلى تقدم أحوال الناس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر بالظهائر، فنسجد على ثيابنا اتقاء الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه ووضع طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قوله هنا كنا نصلي مما يفيد الدوام والاستمرار. قال كنا نصلي في لفظ إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر بالظهائر، أي بعد وقت أو بعد دخول وقت صلاة الظهر، فسجد على ثيابنا اتقاء الحر، فكانوا كانت الأرض تشتد عليهم، بالتالي يضعون شيئا من ثيابهم على الأرض ليتفادوا حرارتها. قال فإذا لم يستطع أحد أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه ووضع طرف الثوب بحيث يكون مكشوفا من شدة الحر في موطن السجود. ففي هذا الحديث السجود على الثوب في شدة الحر. في هذا الحديث أيضا بسط الثياب لمن لم يحج من أجل أن يحج إذا كان ذلك بإذن الجهات المختصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قوله كان تفيد التكرار والاستمرار، يصلي في نعليه. عندنا حذاء وهو ما يكون مغطيا لأطراف القدم وليس منه شيء تجاه أو حذو المنكبين، وأعلى منه النعل ويكون له سيور تربطه بالرجل ويكون غالبها مكشوفة، وهناك الخفاف والجوارب وتكون مغطية للقدم والركبتين والساعد والساق، فهذه أشهر ما يلبس من أنواع اللباس في القدمين. وقوله نعم أي كان يصلي في النعل. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز الصلاة في النعال، وفي الحديث أيضا بيان أحكام ما يلبس في القدمين ومنها النعال السبئية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا جميع النعمة، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم موفقين أينما كنتم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين.